ورجعنا بعد الفاصل، وزي ما اتكلمنا مع ضيفنا الجميل النهارده وصاحب مبادره الحكايه الكتابه تجمعنا، اتكلمنا عن كورسات والنقطه دي ما خلصناش منها، هنتكلم عنها. هل هيكون في كورسات للاطفال اللي هم الاطفال اللي لسه صغيرين ابتدائي اعدادي؟ هل في كورسات تاهلهم فيما بعد؟ بنفكر في برامج مش كورسات، لان كطفل يمسك كورس مع يعني يدخل كورس معانا، فده الموضوع ده هيبقى شبه مستحيل الفتره دي، صعب جدا لان برضو عاليه اطفال مش هتستوعب ان ده كورس. فبنفكر تكون برامج تهيئه نفسيه للطفل، ازاي يواجه مشاكل في حاجه في علم النفس برضه، ازاي يواجه مشاكل زي التنمر، زي العصبيه، ضغوطات دي كمان مش للاطفال بس، لا للناس اللي هم الكبار، اللي هي الضغوطات النفسيه والمشاكل وكل الكلام ده برضه هيبقى عندنا على قناه اليوتيوب جميل كبرامج هينزل، هنبدا جميل فيه جدا. ان شاء الله من الاسبوع اللي جاي. هي دي برامج للاطفال ولا هيكون ايه البرامج، البروجرام بتاع البرامج على الفترة برامج الجاية؟ احنا كنا عاملين برنامج حاليا متوقف، يعني عاملين برنامج للرعب، حاجه شبه رعب. احمد يونس كده تعالوا لي ملعبي. حاجه برنامج للرعب، وده كان برضو عمل ضجه كبيره لانه كان حاجه تحفه بامانه يعني. وزي ما قلت لك بدأتوا برضو فيه ولا؟ احنا حاليا متوقفين، لكن احنا كنا شغالين فيه، عاملين فيديوهات كتير فيه وفيديوهات برضو تغريد حمادات اللي بتكلم عن ان هي حكايه كتاب، دي برضو شغاله معانا، هتبدا برضو من الاسبوع اللي جاي. دي برضو توعيه للشباب عن الكتاب جميل. واكتر، وهنتكلم في الجانب النفسي شويه عن علم النفس، ده برنامج تاني. ولسه بنقدم فرصه طبعا اللي حابب يقدم برامج عندنا، بيطلع عنده فكره للبرنامج طبعا يجي يجي لنا يقدم، يقدم. بيصورها عنده في البيت ويبعته لكم انتوا احنا اللي بتنشروه، نعمل المونتاج واحنا مونتاج نعمل كل كله. حاجه. جميل. خد المايك. طبعا حبيبي. اتكلمنا في كل حاجه تخص المبادره تقريبا. اهلاوي ولا الزملكاوي؟ اهلاوي طبعا 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 ثقه. طبعا. ماتش الاهلي الزمالك هيلعبوا يوم 4 النهارده النهارده، هو الرجاء. توقعك ايه الماتش توقعي من ان جهه بقى بعيد عن انك اهلاوي وكده؟ الزمالك لو لعب بنسبه الماتش الاخير اللي كان بيلعب فيه هيخسر. اه الزمالك مشكلته لاعب دفاعي يدخل جون يرجع في الدفاع ما يلعبش تاني، الاهلي بيلعب لده 90، اه مشكله الزمالك لعبه دفاعي، يعني هو اصلا كان هيستقبل جون اصلا خلاص لولا ان هو يعني قدر ولطف ربنا. وهو فهم لو لعبوا بنفس الطريقه دي اسلوب دفاعي عشان هم داخلين جون هيخسر. طب الاهلي بقى، نيجي الاهلي خلاص بطل افريقيا ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. شايف حكايه المنتخب الفتره الجايه اللي هو انضمام اللعيبه للمنتخب، لو لعيب اتصاب حكايه صعبه جدا طبعا، صعبه. حكايه وتوتر جدا للجمهور الاهلي كله ان المنتخب يجي في فتره زي دي، فتره احنا اصلا خلاص مستنيين التسعه باذن الله. باذن الله ان شاء الله. فاي لاعب لو اتصاب هيسبب معانا مشكله كبيره جدا. للاسف يعني حصلت كده مشكله على السوشيال ترند كده اللي هو ايه، الزملكاويه قاعدين يقولوا لعيبه الزمالك ما بتعرفش تلعب، والاهلاويه يقولوا لا احنا ما طبعا حدش، الاهلاويه انا ما كنت بيعرفش يلعب، منهم. ده طارق حامد احسن من سوليه وسوليه احسن من الشناوي ما طارق بيعرفش حامد، يصد او برضه. الشناوي ما بيعرفش يصد. حصل حوار كبير جدا. واشمعنى الوقت ده بالذات؟ انا عايز اعرف اشمعنى الوقت ده بالذات المنتخب قرر انه ياخد لعيبه كان ممكن يعتمد على اللعيبه الموجودين حاليا بعيد عن المنتخب، بعيد عن الاهلي والزمالك. يعني بيراميدز فيها لعيبه كبيره جدا طبعا ولسه خارجه من الكونفدراليه بخساره، فكان يعني عبد الله السعيد ولعيبه كبيره قوي في بيراميدز، ليه ما اختارهاش واعتمدوا عليها؟ دي حاجة والاسماعيلي ترجع والمصري لكابتن حسام البدري اكيد. تمام، وطبعا المفروض كان يعمل حساب ان في هنا بطولة افريقيا وهنا بطولة افريقيا، وعنده بدائل كتير جدا عن الاهلي والزمالك، فهتبقى مشكلة كبيرة برضو غير الاهلي للزمالك كمان، لو كسب الرجاء هتبقى مشكلة كبيرة قوي في النهائي، النهائي اهلي زمالك تمام، وهيبقى في من ده ومن ده في المنتخب، فالنهائي هيبقى دمار الحمد لله ضمننا ان مفيش حظر لغايه الماتش ما يخلص. ان ان شاء الله. شاء الله. كلمني بقى على الشعراء او الكتاب اللي انت بتحب تقرا لهم. كنت دايما بحب اقرا لهم تمام، بحب طبعا دكتور احمد يونس طبعا، ما فيش منازع طبعا احمد يونس ما فيش منازع، انا ده اكتر واحد تقريبا اللي هو انا بتفرغ له مخصوص لا عشان تسمعه عشان اسمعه طبعا. بكره ان شاء الله بقى. ده انا اعلان اكتر مجاني ومش محتاج اعلان طبعا. طبعا، لا انا ده حاجه، ده في حته تانية بصراحه انا بحبه جدا، وده اللي انا على قد ما اقدر نفسي اشوفه في معرض الكتاب ان شاء الله هو يعني. بيكون متواجد في كل معرض يعني باذن الله. يعني ان شاء ان شاء الله الله. مستنيين بقى الوقاد الجزء الثالث. نادر السادس، نادر فودة الجزء نادر السادس، نادر فودة طبعا، بس بعيد عن العين الخامسة. العين الخامسة هو عامة كتاباته كلها وبرامجه كلها وقناة اليوتيوب بتاعته حاجة ما شاء الله يعني، الله يرحمه والدته طول ما احنا ذكرناه. الله يرحمه. شعرا بقى، بتحب تقرا شعر؟ طبعا بتحب تقرا لمين؟ شمنجخ ايه؟ منجخ
جخ طبعا طبعا. انا يعني تقريبا اكتر واحد سمعته اثر فيا. في انتقادات للجخ اللي هو بيكتب كتابات سياسية، كتابات يمكن بتمس الفترة حاجة. دي يمكن الفترة دي جدا تمام، لكن انا عامة انا مش منازع عليه حاليا. تعشقه طبعا بعشقه، بعشقه جامد كمان. دايما في الوسط، الكتابة الكتاب عموما يعني بيكون في سرقة من بعض، دي مشكلة يعني كبيرة. دي مشكلة كبيرة انه كاتب بيسرق من كاتب كتاباته وبيعرضها على اساس يعني انه هو هو المفروض احنا في مجال ادبي، مجال يعني راقي، يعني مجال مش اي حد يدخل فيه، اللي عايز يدخل فيه دي موهبة. الموهبة دي يعني انت ازاي تبقى عارف انك رايح تسرق موهبة شخص تاني وبتنزلها؟ يعني انت ازاي؟ ده الموضوع غلط خالص طبعا. واحنا لحد دلوقتي ما حصلتش معانا مشكلة بالنسبة لدي. لو حد مثلا جاي يقول لنا تقييم للكتابة دي او كده، بنعمل حركة لطيفة اللي هو احنا بنبحث عن الكتابة دي مثلا، اللي هو بعتنا دي على الفيسبوك وعلى الجوجل، نشوف الناس حتى قبل كده ولا لا، صح، بتشوفوها او بنشوفوها اذا كان برضو. يعني لازم نكون ضامنين حاجه زي كده، لان يعني ما حصلش كمان معانا في الموضوع احنا مشكله، حد أو يقول لنا، مشكلة انتوا اللي كنتوا حد يقول لنا بتسرقوا انتوا كتاب. بتسرقوا كتابات وكده، فالموضوع طبعا هيبقى صعب. طب فيديو فيديو كده هنعرضه، هنعرضه واتكلمنا عنه، يعني هنشوفه كده مع بعضينا ونتكلم عنه. اول كورس عملته خالص Welcome members. of writing course. اتكلمنا عن الفيديو. الفيديو ده كان جميل جدا، حاجة مبهجة كده. كنا أول مرة نعمل كورسات طبعا، فكان دعم من شركة راندر فورست تمام، شركة إنتاج حاجات برومات وكده. حاجات كرتونية وكده، فيديوهات كرتونية وكده. هي ماسكة يعني الدول العربية كلها تمام. لما عرفت بالمبادرة كلمناها عن المبادرة وكده، وإن أنا فكرة الكورس يعني، عملت فيديو جميل جدا. كنا أول مرة، وده حصل دعم كبير للكتاب، وجي على أساسه طبعا الناس كمان تحضر الكورسات، فكان فكرته جميلة جدا ولطيفة جدا، وكان حاجة بشكرهم عليها جدا يعني. الفيديو ده حقق يعني مشاهدات، انه يجذب بناس أكتر من يعني عمل ريتش يعني معدي 10,000 وشوية الحمد ما لله شاء الله. يعني. جميل جدا. فكرة انك تعمل كورسات ما لقيتهاش صعبة؟ هي صعب كتخطيط وكل حاجه صعبه، لكن زي ما قلت لك انا الفكره كانت معايا من زمان اصلا، بس ما رضيتش ابدا. ليه؟ بسبب ان انا بخطط هعمل ايه، هعمله ازاي. انا خدت زي ما قلت الفترة لك الكافية. جدا بزياده كمان، اخدت فتره بزياده ان انا قعدت في اصلا مبادرات كتير، ازاي انا ابقى احسن واحد فيهم، ازاي الناس تسيبهم وتجي لي انا. فالفكره كانت صعبه شويه يعني، يعني صعبه، لكن انا حاولت على قد ما اقدر، والناس اللي معايا ساعدتني من التيم اللي معايا، اذا كان لجنه التقييم الشعر او الخواطر او القصص، ساعدوني بطريقه رهيبه جدا في الكورسات وعملوا مجهود بصراحه بشكرهم عليه يعني. وجه كلمة شكر في ختام حلقتنا. وجه كلمة شكر للناس اللي وقفوا جنبك، اللي ساعدوك، اللي دعموك معنويا وماديا. اولهم اهلي طبعا، اهلي ربنا يخليهم لك. ساعدوني جدا، وحتى في فتره الدراسه ما منعونيش ان انا امارس حاجه انا بحبها، فتره ثالثه ثانوي وكده ساعدوك. ساعدوني. هم دعموني في نفس الوقت، كانوا قلقانين عليا بسبب موضوع ثالثه ثانوي وبرضه امتحانات وكده، لكن هم ما وقفونيش عن الحاجه دي، خلوني اكمل فيها عادي تمام. وبحب اشكر جدا لجنه تقييم القصص اللي ماسكها رغد عصام، والتيم بتاعها ايات وهدير ابراهيم تمام. ويعني بصراحه ساعدوني جدا في موضوع الكورسات تمام، وهدير عرفات لكن هي مش موجوده معانا حاليا تمام، ولجنه تقييم القصص اللي ماسكاها شاديه ومعاها احمد عماد وابراهيم وامل تمام، وكانت معانا عائشه برضو لكن هي برضو مش موجوده حاليا، بنحاول نعوض قد ما نقدر بسبب الدراسه برضو، الدروس وكده يعني تمام. ولجنه تقييم الشعر وماسكاها اميره، وبحب اشكرها جدا، هي وكريم. هم لوحدهم شايلين الشعر كله بامانه يعني. ربنا يوفقهم. كلمة تشجيع للناس الشباب. اي حد بيحلم بحاجه هيعملها يعني. انا كنت ان شاء الله. المبادره دي كانت حلمي من زمان جدا، وكان واجهت انتقادات بطريقه كبيره، بس انا عملتها، وعملتها في وقت كان صعب ان انا اعملها فيه، لكن عشان انا كنت ناوي عليها، وما فيش حاجه بتيجي من غير تنظيم يعني. موضوع اذا كان كورسات، موضوع اذا كان في مبادرات كتير، اشمعنى مبادرتي انا اللي اخدت شهره في وقت صغير زي دي، كلها موضوع تنظيم، ازاي اشد الناس بحاجه زي دي، ازاي اكون افضل مبادره، افضل المبادرات الموجوده حاليا، ان هي شاء كلها الله موضوع تنظيم، ويعني وقت تاخد تثبت وقت، على بس ان شاء حلمك. الله توصل حلمك ان شاء الله باذن. يعني. بشكرك جدا يا حسن، كنت منور النهارده، حبيبي كان حلقه جميله بوجودك. قبل ما اختم حلقتي احب اوجه كلمه دعم للشاعر محمد علي. شاعر محمد علي من الشعراء الجميلين اللي كانوا منوريني، وهو مدير او رئيس فرقه موجا باند. اتمنى له اللي هو يرجع تاني عن قراره انه يعتزل الشعر او الالقاء او الكتابه. هو ممكن يكون بيمر بظروف نفسيه، ان شاء الله يعدي على خير،
وبتمنى من كل واحد عنده ظروف نفسية او حاجة ما يقسي يفضل ورا حلمه. انت هتواجه صعوبات كتيرة قدامك، هتواجه يأس كتير، وهتواجه انتقادات اكبر، بس طول ما انت ماشي صح هتسمع الانتقاد دي. لو انت ماشي غلط او انت مش في طريق النجاح، عمرك ما هتسمع كلمة من حد او حتى يشكر فيك او يقول لك كلمة غلط. اتمنى اي حد عنده حلم يوصل له مهما كانت الظروف حواليه. بشكر حسن محمد معايا كان النهارده، وده كانت ختام حلقتنا النهارده، وان شاء الله انتظرونا في حلقه جديده الاسبوع الجاي من برنامج بين الكلمات.